البدني. النشاط البدني اللي هو يشمل شنو؟ انه هو اي حركه انا اقوم اتحرك فيها، ما اريد الا تمارين واروح للجيم وما اخذ اسمعك وتدفع فلوس للجيم. اذا انا طلعت وتمشيت، اذا سويت بعض الحركات حتى لو بيتي، المهم اتحرك. هو هذا يعني هذا ابسط شيء، انه اقوم اتحرك 3-6 مرات باليوم، هو هذا نشاط بدني. المهم بعد وجبه الاكل ضروري بالضبط، بارك الله فيك، لان انت تعرف خاصه وجبه الغداء تصير يعني مثلا دسمه، وحتى بالليل لان احنا راح نروح ننام فجسمنا حيخمل، فايش حتتكلى يعني تتكدس عنده دهون خاصه المنطقه البطنيه.